تمام جدا. ماشي تمام بس يا دكتور. الكاميرا رست. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى الكل يكون سمعنا من الشباب طلبة إعدادي اللي إن شاء الله يعني بنبارك لهم الأول على النجاح. أعرفكم بنفسي الأول، دكتور محمد سيد مصطفى، مدرس بقسم هندسة الكون الميكانيكية. برحب بكل الشباب الجميل، مهندسين إن شاء الله، مهندس المستقبل. ببارك لكم الأول على النجاح في المرحلة الإعدادية، وإن شاء الله ربنا يكرمكم في التخصص بإذن الله. المفترض بقى إن دي فترة تحديد التخصص، إذا كنت أنت مثلا محدد أنت هتدخل في تخصص إيه، أو حابب تعرف أو تاخد فكرة عن الأقسام، ودي حاجة كويسة إنك أنت تسمع من الخبرات السابقة أو تشوف من اللي في المجال، تعرف القسم ده بيتكلم عن إيه، بيدرس إيه، بحيث إنك أنت لو لقيت إن المجال قريب من حاجة أنت بتفكر فيها أو بتحبها أو حاببها تكون هتشتغل فيها فيما بعد، فتقدر انك انت تقرر هتشتغل فيه ان شاء الله. فالنهارده مع بعض كده هنتكلم على قسم الميكانيكا، وتحديدا قسم هندسه القوى الميكانيكيه، لان قسم التصميم الميكانيكي والانتاج حد بقى من الزملاء هيكلمك عنه يكون في التخصص ان شاء الله. فلو جينا نتكلم الاول عن التخصص، احنا دلوقتي اصبح التخصص من اولى، يعني في اللائحه الجديده طالب اعدادي هيدخل اولى ميكانيكا باور، او اولى ميكانيكا انتاج، او اولى كهرباء باور، وهكذا. فدي اول سنه هيحصل فيها التوزيع من سنه اولى، وبالتالي لازم الطالب يكون عارف هو داخل اي تخصص هيتخصص في ايه، لانك انت خلاص لازم تحدد من بعد اعدادي. كان قبل كده بتدخل اولى وثانيه جنرال، فمعاك سنتين تتعرف فيهم على القسم وتشوف وتدرس مواد من باور ومواد من انتاج، وتتعرف على دكاتره باور وعلى المعيدين بتوع باور، وتسمع منهم وتشوف المقررات اللي بتدرسها، وتعرف الدنيا ماشيه ازاي، وتقرر بعد كده في سنه ثالثه انت ميال لايه اكتر. طيب دلوقتي اصبح التخصص من سنه اولى، هي ميزه التخصص من سنه اولى ان هو دلوقتي انك انت عندك اولى وثانيه وثالثه ورابعه هتدرسهم كباور، وبالتالي الكورسات بتاعتك اللي انت هتدرسها كباور هتتوزع على 4 سنين، وهتقدر تدرس الكورسات اللي انت محتاجها، يعني هيكون كل حاجه مركزه على التخصص. لكن ده مش معناه ان ال4 سنين برضو ان انا هدرس كورسات باور بس، لا، انت زي ما كنت بتدرس في اولى وثانيه جنرال، انت اولى وثانيه كنت بتدرس مقررات من باور، وبتدرس مقررات من انتاج، وبتدرس مقررات من كهرباء، ومقررات من قسم ماتيريال، ومقررات من مدني زي الاستراكشر. نفس الكلام هيتم برضو لما تتخصص في اولى باور، بس هتبقى العمليه هيتم اعاده تنظيم الكورسات اللي من الخارج. والله انت بتاخد من الخارج من قسم ماتيريال كذا كورس، طب ممكن يكونوا كورس واحد او مثلا كورسين يتوزعوا على سنتين. بالنسبه لباور مثلا انت عندك في كورسات بتدرسها في باور مش واخده حقها مثلا، انت بتضغط في سنتين تخصص ثالثه ورابعه، وبالتالي مفيش وقت انك انت تاخد الكورس ده على كورسين، فبتاخده كورس واحد مكثف، دلوقتي ممكن يتفرد لكورسين، فبالتالي بيكون معاك براح افضل، وانك انت تقدر تركز على كورسات التخصص. طيب اكلم الاول على الكورسات، او ايه هي الكورسات اللي الطالب بيدرسها في ميكانيكا عموما من قسم ميكانيكا، وايه الكورسات اللي بتخدم عليه من قسم تاني، لان انت مش عشان انا هتخصص ميكانيكا ما اكونش عارف كهرباء، بالعكس انا لما اطلع مهندس ميكانيكا لازم هتعامل مع الكهرباء، فلازم على الاقل يكون عندي فكره عن الكهرباء، فانا لازم ادرس كورس كهربيه، لازم ادرس كورس الكترونيه، لازم اعرف ازاي لو في حاجه خاصه بالكنترول، انك انت ما تيجي تطلع اكيد كل حاجه دلوقتي عليها كنترول. فانت دلوقتي كمهندس ميكانيكا هل انت هتتعامل مع المعده او مع الحاجه الخاصه بالتصميم الميكانيكي ودائره الكنترول نفسها اللي بتتحكم في تشغيل الحاجه دي، حتى لو مش تخصصك مش هيكون عندك فكره عنها، لازم اكون عندي فكره، بحيث ان انا لما يكون في كوردينيشن ما بينه وما بين مهندس الكهرباء، هو بيعمل حاجه في الكنترول، او انا مثلا عاوز الحاجه اللي انا بعملها ديت، انا عامل تكييف مثلا في فندق، في مصنع، في حاجه معينه، فانا عاوز مثلا اعمل كنترول على غرفه معينه بشكل معين، فاقدر اتفاهم مع مهندس الكهرباء اقول له انا عايزك تعمل لي كنترول على الغرفه دي بشكل كذا، فبقى فاهم حتى الكنترول حتى لو مش هنفذه، ابقى فاهم الامور بتمشي ازاي، اقول له اعمل لي دايره كده تتحكم في ده او دايره تتحكم في ده، فعلى الاقل لازم يكون عندي الاساسيات. طيب نبدا كده مع بعض بالنسبه للكورسات اللي انا بدرسها في ميكانيكا عموما. عندنا هنبدا بالكورسات اللي هتلاقي مثلا كورس الثيرموداينامكس، ممكن يكون معظمنا سمع عنه، في عندنا كورسين بيزك ثيرموداينامكس وابلايد ثيرموداينامكس، عندنا كورسات هيت ترانسفير، عندنا هناخد كورس واحد واثنين، هيت ترانسفير واحد هيت ترانسفير اثنين، عندنا فلويد ميكانكس اللي هو ديناميكا ميكانيكا المواقع،
هتبدا تتعامل مع حركه الفلو في البايب والكلام ده كله بنحتاجه احنا بعد كده ما بتيجي تشتغل. انت لو شغال في محطه وعندك مضخات وعندك الميه هتمشي مثلا مسافه معينه هترفعها، عايز تعرف الفريكشن قد ايه عشان تعرف تحسب الباور او اللوسز اللي هتقابلك، فكل ده بتدرسه في كورس الايه الفلويد ميكانكس. عندك كورس هيدروليك، الناس اللي هتشتغل بعد كده في الشغل الهيدروليك والمعدات التقيله والحاجات دي لازم يكون فاهم الهيدروليك ده شغال ازاي، وكمان لو اشتغلت بقى في الصيانه دي هتبقى كورس مفيد جدا ليك. عندنا كورسات التيربو ماشينري، ده بقى بتتعامل مع الكمبريسور والتربينه بقى، خاص بقى بالناس اللي حابه مجال الطيران، شغل التربينات والكمبريسورز، وفي كمان الايروداينامكس تتعامل بقى مع الاير فويل وجناح الطياره وازاي تحسب عليه الفورسز والليفت والدراج، فده برضو لو انت هتشتغل في مجال الايه الطيران او ما شابه ذلك يعني. عندك كمان السي اف دي كومبيتيشنال فلويد داينامكس، انك انت بقى تعمل سيميوليشن، عندك بتغير في تصميم عربيه او الشكل الخارجي للعربيه او عطر معين مثلا، عايز تدرس حركه الفلو الانسيابيه وتبدا تشوف الضغوط اللي بتاثر، تبدا تشوف السرعات، ففي حاجه اسمها الكومبيتيشنال فلويد داينامكس. عندنا كورسات انترنال كومبشن انجنز، محركات الاحتراق الداخلي، للناس اللي هتكون مهتميه بمجال المحركات سواء المحركات الاحتراق الداخلي او بقى السيارات الكهربائيه، فانت لما تاخد فكره عن المحرك عموما او السيارات عموما تقدر بعد كده تتطرق، حتى لو انت ما درستش السيارات الكهربائيه هتقدر انك انت تعرف الموضوع او تفهم الموضوع. دلوقتي حتى احنا في الكورس بتاع الانترنال كومبشن انجنز مدخلين في المحتوى بتاعه كمان يعني الفيول سيل، انك انت كمان ازاي تقرب من موضوع السيارات الكهربائيه، مدينك انواع الوقود المختلفه حتى الوقود الجديد اللي بداوا يشتغلوا بيه، فبرضه مش مجرد اللي هو كورس تقليدي انك انت بتعرف المحرك باجزائه، لا اصبح الموضوع في مواكبه للي بيحصل دلوقتي، انك انت مش هو كورس زي ما هو ثابت نبدا يدرس كل سنه، لا لازم دايما بتلاقي ان في تطوير بما يتناسب مع الوضع الحالي، بحيث ان الطالب يبقى حاسس ان اللي هو بيدرسه يعني ملامس للواقع، مش ان انا ادرس لك محتوى بقى له 20 سنه بيتدرس واحنا النهارده مثلا في 2023 الزمن مختلف عن سنه 2000، وبالتالي لا لازم يكون في تغيير في المحتوى بما يتناسب مع الوضع الحالي او التطورات اللي بتحصل، وخصوصا في الكورسات اللي بتكون فيها مثلا كورسات اللي هي الطاقه الجديده والمتجدده، هتلاقي مثلا الكورسات زي يعني في كمان كورس محطات الطاقه، فمحطات الطاقه ديت بتتكلم بقى على انواع المحطات، طبعا قبل كده او زمان كان المحطات الطاقه مركزه على المحطات البخاريه والمحطات الغازيه، دلوقتي ممكن برضو يكون من ضمن الكورس ده لو انا عاوز اطور في الكورس ان انا ادي لك فكره عن الطاقه الشمسيه بتشتغل ازاي، وبرضو الطاقه الشمسيه ديت بندرسها للطلبه في الابلايد ثيرمو داينامكس، يعني الكورس الابلايد ثيرمو داينامكس هو الثيرمو داينامكس مع الانرجي كونفرجن، فالانرجي كونفرجن بندي لك تحويل الطاقه اللي عندك انواع الطاقات المختلفه، عندنا الطاقه الشمسيه بندي لك الويند انرجي، طاقه الرياح، طاقه من المحيطات، على الرغم ان احنا ما عندناش بس ساعات بندي لك فكره عنها ازاي بتيجي او الناس بتتعامل معاها ازاي في الدول اللي عندها محيطات، الطاقه اللي جايه من المد والجزر وكده، فالكلام ده كله بندي لك عنه فكره في الايه في الكورسات اللي بندرسها لك ان شاء الله. فدي كده فكره عامه عن الكورسات كلها الخاصه بقسم ميكانيكا باور. طيب ايه الكورسات اللي الطالب لما يدخل الميكانيكا هيدرسها لكن من خارج التخصص؟ هتدرس استراكشر من مدني، ده هيدرسه لك دكاتره وزملاء افاضل ومعيدين من مدني، تدرس بقى في الاستراكشر ده مثلا لو انت عندك التراسز او الحاجات اللي هي خاصه بقى بالاحمال هم طبعا بيدرسوها في مدني على المباني، لكن انت هتدرسها على تطبيقات خاصه بشغل الميكانيكا، مثلا لو انت بتعمل فريم معين بتحمل عليه بتحط عليه محرك بتحط عليه انجن، اللي هي تراسس والحاجات ديت اللي هي اللينكس مع بعضها، فازاي تحسب الاحمال، فانت بتاخد الحاجات دي من باب انك انت انا مثلا بصمم حاجه وعايز احملها على فريم، طب ما انا اكون عندي فكره بس اعرف الفورسز اللي على الفريم ده هيستحمل ولا لا واصممه ازاي، فعلى الاقل يكون واخد فكره عن الموضوع. تاني حاجه عندنا كورسات، والكورسات دي مهمه جدا اللي بندرسها من قسم ماتيريال، عندنا في قسم ماتيريال بتدرس كورسين ماتيريال وفي ميتالورجي، فالكورسين خاصين بماتيريال بيتعامل بقى مع الماتيريال نفسها وازاي ان انا اتعامل مع الخصائص المختلفه للماتيريال على ما اتذكر بقى بتحسب الاستريس والسترين والحاجات دي انت خدته زيها وقريب منها في الفيزياء، فممكن تكون المصطلحات مش غريبه عليك لكن بعد كده تاخدها بالتفصيل، هتدرس بقى الماتيريال المختلفه وانواعها، طيب وازاي انك انت بتدرس خصائص الماتيريال دي اللي هي بتتحمل ضغط ولا ما بتتحملش،
الالاستيستي، اليلد او اقصى حمل بتستحمله، اقصى فورس بتوصل له، ده على ما اتذكر يعني بالنسبه للماتيريال او المحتوى بتاع الكورس. بس الفكره كلها هو اما اجي اسال نفسي انا ليه بدرس ماتيريال وانا ميكانيكا؟ هو انت دلوقتي لما تيجي ادي لك مثال بسيط، انت دلوقتي بتتكلم انا عاوز اطور من بصنع بغير الايروداينامكس او شكل تصميم السياره، كويس؟ طب انا دلوقتي عشان في العربيه انا كل اللي يهمني ان انا اخد باور واقلل اللوسز، يعني انا حصل احتراق في المحرك والمحرك ده مثلا وليكن 100 هورس باور. طيب انا عايز استغل ال 100 هورس باور دول على قد ما اقدر، ما اخسرش منهم كتير، فعايز استغلهم كباور، فحاول ان انا اخفف وزن العربيه بما لا يؤثر على الاستابيليتي بتاعتها. ما انا ما اخففش العربيه لدرجه ان هي وهي ما تجري تطير مني، لا انا عايزها ثابته على الطريق وفي نفس الوقت وزنها خفيف، لان كل ما خف وزنها كل ما كان ان هي استهلاك الباور بتاعها او تاثير على الباور يكون قليل، لانها خفيفه مش هتاثر او مش هتكون اعاقه بالنسبه لك. فده كله بيعتمد على ايه؟ على الماتيريال نفسها، وبالتالي لازم يكون عندك فكره عن الماتيريال وازاي بتتعامل مع الماتيريال والمنحنيات المختلفه. نفس الكلام مش هقول بس على قد العربيات ولا جسم الطيارات، لما اجي اتكلم على المحرك، انا مثلا اشتغلت جبت محرك وعايز اطور فيه، فلقيت ان انا دلوقتي في المحركات او في المحطات كمان، مش المحركات بس، اي حاجه فيها احتراق، فما جيت في المحطه انا عاوز دلوقتي، لقيت في الغلايه انا لو زودت درجه الحراره او كميه الوقود هطلع بخار، كل ما زاد طبعا ضغط البخار هنعرف بعد كده التربينات البخاريه وكده. فالفكره اللي عايز اوصلها لك ان انا ممكن اطلع بخار بضغط ودرجه حراره عاليه، فده هيديني باور عاليه، فهيولد لي كهرباء او الباور الناتجه هتكون عاليه من المحطه، فدي حاجه كويسه. بس هل انا في المحطه لو انا عايز اعمل تعديل، هل بايدي ان انا مسموح لي كده افضل ازود كميه الميه وكميه البخار وارفع درجات الحراره وادخل على التربينه؟ لا، ما انا لازم اسال نفسي سؤال، هل التربينه او ريش التربينه اللي متصممه في المحطه او شغاله حاليا تتحمل درجات الحراره اللي انا عايز اعملها؟ ما انا طبقا للقوانين كل ما ترفع درجه الحراره والانسالبي او المحتوى الحراري بتاع البخار اللي بيخبط ريش التربينه عشان يلففها، عشان تلفها في الجنريتور عشان تولد لي كهرباء، كل ما هيكون كويس بالنسبه لي. لكن مش كل حاجه دايما بتمشي زي ما انا عاوز، فانا لازم اعرف انا لو رفعت درجه الحراره من 500 ل 700 ريش التربينه اللي عندي دي هتستحمل؟ طب لو ما استحملتش هكون مضطر ان انا ادور على ريش تستحمل درجات الحراره دي مع التشغيل المستمر على مدار العام، وابدا احسبها، هل هتكون تكلفتها مناسبه وهتكون لها جدوى اقتصاديه، ولا هدفع تكلفه كبيره على الفاضي مش هاخد ليها مردود؟ فالفكره في كده، يبقى انا لازم اكون عارف برضو، يبقى اختيار الماتيريال بالنسبه لي حاجه مهمه، يبقى انا ما ركزتش على محطات الطاقه، انا مهندس ميكانيكا كل اللي يهمني ان انا اشغل لك التربينه، واجي اعمل تصميم ما اعرفش اختار الماتيريال، اروح ادور على حد بتاع ماتيريال اقعد بقى اشرح له الموضوع انا بعمل ايه وهو يساعدني. انا ما فيش مشكله ان انا الجا للتخصص، يعني انا الجا لزميلي اللي هو مهندس الماتيريال ان ده شغله، هو ممكن يكون متخصص فيه بصوره كبيره عني، لكن انا لما يكون عندي الفكره عن اختيار الماتيريال لما اتناقش معاه اقدر اوصل له فكرتي واكون انا فاهم انا عاوز ايه منه، وبالتالي هو ممكن بخبرته يقدر يساعدني اكتر، يقول لي ده اللي فيه لك او الماتيريال كذا وكذا علشان خصائصها 1 2 3 زي ما انت عاوز. وبالتالي دي مهمه او اهميه ان انا ادرس كورسات من خارج التخصص، علشان كده لازم ناخد دايما الكورسات دي باهتمام، مش ان انا كورس من بره التخصص انا عاوز اخلص الكورس ده علشان اخد الدرجه بتاعته عشان احقق متطلبات تخرج وخلاص، لا، على قد ما اقدر استفاد من اي حاجه بدرسها، ما خليش الاربع سنين اللي فاضلين يبقى عباره عن ان انا اللي هو تحصيل حاصل، انا عايز اخلص عشان ايه؟ اخد الشهاده. لا، الموضوع مش موضوع شهاده، الموضوع ان انا اطلع اتعلم. هو احنا ما ننكرش ان انا في سوق العمل لما اطلع هاخد الخبره من سوق العمل، بس لما اخد الخبره من سوق العمل وانا فاهم الاساس العلمي اقدر اطور من نفسي، وبالتالي اقدر اكون كويس. ليه؟ لان سوق العمل دلوقتي مليان، اصبح العدد الخريجين كبير جدا. طيب مين بقى اللي هيكون له الافضليه؟ اللي بيقدر يطور من نفسه، اللي عنده الجديد. طب مين اللي بيطور من نفسه؟ اللي هو بيحب يقرا، لان احنا معظمنا للاسف بعد ما بيتخرج يقول لك انا ماليش علاقه بالكتاب، او ان انا ما صدقت خلصت الكليه ما استفدتش منها بحاجه، مجرد خدت شهاده وتعلمت. لا، الكلام ده للاسف مش صحيح. ليه؟ لان دلوقتي احنا لما بنيجي نشوف المهندسين اللي شغالين بره، في ناس شغاله في شركات عاديه وناس شغاله في شركات مالتي ناشونال. اللي شغال في شركه عاديه ده كلامه صحيح،
اللي هو شغال في بيتبل منه اي شغل، هو فعلا هو كده كده ما بيلجاش للستاندرد ولا بيلجا للكود بيقول ايه، ولا اللي هو عمله ده مطابق للمواصفات ولا لا. هو في واحد بيستلم منه وقال له تمام انت عملت التصميم، طلع معاك ارقام بتاع اعمل خلاص خد هستلم منك زي الفل. لكن لو انت جيت سبت المكان ده ورحت مكان مالتي ناشونال، اللي بيستلم منك عقليته مختلفه، بمعنى ان ده ممكن يكون الاستشاري اللي بيستلم منك ده اصلا ممكن يكون واحد اجنبي، او ممكن يكون استشاري. ومعظم الاستشاريين في الغالب بتلاقيهم اساتذه في الجامعه في الغالب، مش هنقول كلهم، لكن هو دايما مطلع على كل ما هو جديد، دايما بيتعامل زي ما الكتاب بيقول او زي ما الستاندرد عشان يستلم صح. فانت لما تيجي تقع تحت ايد واحد من دول بيستلم طبقا للستاندرد طبقا للكودز، الكود بيقول ايه عشان يكون كل حاجه مظبوطه، فتيجي تعمل الشغل بتاعك زي ما انت كنت بتسلمه قبل كده، اللي هو ايه ما انا لقيتهم بيعملوا كده او الناس كلها كانت بتعمل كده، فلما جيت سالتهم قالوا لي احنا بنعمل كذا وكذا وبتتبل، هو مش هيقبل الكلام ده لان الكلام ده مخالف للاكواد او مش مطابق، وبالتالي يسبب كوارث بعد كده او البرفورمانس بتاع الحاجه اللي انت مصممها. وليكن انا مصمم مثلا التكييف المركزي مثلا لفندق معين، انا المخارج بتاعت الهواء وكميه الهواء لو مش محسوبه وعامل سيلكشن للماكينات اللي عندك طبقا للستاندرد والاكواد، انت هتعمل سيلكشن ممكن يكون المكان ده مش محتاج القدره اللي انت مختارها دي، ممكن يكون اقل من كده، لكن انت عملت سيلكشن وخلاص وهتغطي لك اللي انت عايزه، بس هتغطي لي اللي انا عايزه بقدره اكبر او ان انا عملت تكلفه اكبر من المطلوب. لكن لما امشي طبقا للحسابات وابدا ارجع للمراجع وللكتب والستاندرد ما فيش فيها اي مشكله. ايه العيب في كده؟ ان انا اكون دايما هو حد قال ان انا هفضل ليل وكتاب ليل ونهار الكتاب في ايدي او المرجع او الكود في ايدي، ما انت مجرد ما تتعامل معاه مره واثنين وثلاثه، سنه مع اثنين مع ثلاثه، هتلاقي نفسك اخذت خبره، هتبقى الارقام دي في دماغك، انت بعد كده اللي هتستلم من مهندسين اصغر منك وانت اللي هتقول له ارجع للكود هتلاقيه بيقول كذا، هل الرقم اللي انت مطلعه ده طبقا للكود مظبوط ولا لا؟ فدي الفكره او النقطه اللي انا عاوزك تخلي بالك منها، انك انت ما تمشيش ورا اللي هي النغمه بتاعت ان احنا ما بنستفادش حاجه من الكليه. لا، ما لو الكليه ما كانش ليها لازمه ما كانش كل التعب ده وخمس سنين بتضيعهم من حياتك، وانك انت وتتحط تحت ضغط، واحنا عارفين كليه الهندسه وكلنا مرينا بالمرحله دي، ضغط غير طبيعي غير طبيعي، واحنا بنكون عذرين الطالب فعلا ان هو بيتحط تحت ضغط، بتطلع من الميد ترم على الشفوي على الفاينل، واثناء الفتره دي كلها بتاخد في الترم خمس كورسات مينيمم مطلوب اساسيين طبعا، مطلوب منك تسلم روبورتات هنا، عندك امتحان هنا، عندك كويز كل اسبوع، ممكن اليوم الواحد بيصادف معاك 3 4 كويزات، فاحنا مقدرين النقطه دي وعارفين كميه الضغط اللي انت اللي بتكون فيها. لكن ان شاء الله يعني ربنا ما بيضيعش تعب حد، اتحطيت تحت ضغط ربنا هيكرمك، هتطلع مهندس كويس، انت اعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، ربنا هيكرمك ان شاء الله. فدي النقطه اللي احنا كنا عايزين نوضحها، جزئيه الكورسات اللي من خارج القسم. كمان هناخد الكورس اللي هو مثلا الكهربيه والالكترونيه، انت برضو شغال، هل في حاجه ما بتشتغلش بالكهرباء ايا كان تخصصك، فانت لازم تكون لك علاقه بالكهرباء، وبالتالي ما يمنعش ان انا يكون عندي فكره كويسه عن الكهربيه الباور والتيار وال 3 فيز وال 2 فيز وازاي بتعامل معاهم، وكمان التيارات الخفيفه الالكترونيه برضو اخد فكره عن الالكترونكس وبتتعامل ازاي، عشان الحاجات دي كلها هتقابلك وانت شغال حتى لو انت مهندس ميكانيك. فدي كده فكره عامه عن الكورسات اللي احنا بندرسها كطلبه ميكانيكا من اول سنه اولى ان شاء الله لحد ما نخلص سنه ايه سنه رابعه. طيب السؤال اللي دايما بتساله لما بكون في ميتنج مع الطلبه اللي لسه داخلين تخصص، بيسالوا دايما الاسئله بقى الشائعه هقولها لكم واجاوبكم عليها، اللي هو ايه التخصصات بتاعتي او سوق العمل. سوق العمل مفتوح، يعني في ميكانيكا باور بالذات سوق العمل ما شاء الله يعني واخد وضعه كويس، وانت عندك تخصصات كتير ممكن تشتغل فيها، لكن انت ما تحجمش نفسك بتخصص دلوقتي الا اذا انت كنت عارف ان انت هتطلع تشتغل في التخصص ده، انت مظبط على حاجه معينه، عارف ان في مثلا حد معين في شركه معينه قال لك لما تخلص اشتغل في المجال ده، مفيش مشكله، ممكن تطور نفسك فيه من دلوقتي لحد ما تتخرج وانت عارف انك ان شاء الله ربنا يكرمك تشتغل في المكان ده. لكن المعظم ما بيكونش عارف هو هيشتغل في ايه بعد ما يتخرج، لان ده حاجه في علم الغيب، انت بتعمل اللي عليك وبعد كده اللي مكتوب هتشوفه. فانت كده كده الكورسات اللي بتدرسها بتاهلك لسوق العمل، لانك انت درست كل حاجه، درست ثيرموداينامكس، درست فلويد، درست تبريد، من ضمن الكورسات برضو اللي انا نسيت اذكرها انك عندك كورس تبريد وكورس تكييف، فبتدرس التبريد والتكييف، فانت عندك خلفيه عن التبريد، خلفيه عن التكييف، خلفيه عن الهيدروليك، خلفيه عن الايروداينامكس، خلفيه عن محركات الطاقه، محركات الاحتراق الداخلي او السيارات بصفه عامه، خلفيه عن المحركات المحطات الطاقه، وبالتالي لما تيجي في سوق العمل
هتلاقي عندك الفرص بقى المتاحة انك تشتغل في مجال المحطات الطاقة. طب ده بيتطلب منك انك تكون عارف ايه؟ انا اقول لك نقطة، انك انت مش عشان انك شغال في محطات الطاقة تبقى انت بس ايه اللي يهمك كورس محطات الطاقة، لا، ده انت كل اللي درسته في الهندسة او في ميكانيكا في ال4 سنوات هتلاقيهم موجودين في المحطة. بمعنى تعالى ناخد مثال مع بعض، هي محطة الطاقة دي عبارة عن ايه؟ المحطة ديت اللي بتطلع كهرباء بتبقى عبارة عن تربينات بتشتغل بغاز معين وليكن بالبخار، البخار ده جاي من غلاية، الغلاية دي بيدخل لها مية. طب هيمسك الموضوع من الأول، بعمل المحطة جنب البحر أو جنب مصدر مية، بسحب المية. طب أنا عشان أسحب المية دي مش محتاج مضخات؟ يبقى أنت عندك بقى المضخات والتربينات اللي أنت خدتها بقى في التربو ماشينري اللي هتاخدها في ككورسين. التربو ماشينري ده بيدرس التربينات والمضخات والكمبريسورز. الكمبريسور طبعا بيتعامل مع الهواء، والبامبس اللي هي المضخات بتتعامل مع الليكويد، السوائل الغير قابله للانضغاط. فهتلاقي نفسك كورس التربو ماشينري مهم بالنسبه لك. طيب بترفع الميه وتمشي في المواسير، طب هي الميه دي لما تمشي في المواسير مش انت محتاج تحسب اللوسز والهيد اللي عندك، وهتمشي تطلع ارتفاع قد ايه لحد ما توصل للغلايه؟ مش ده فلويد ميكانكس بتدرس ده كله؟ فانت الفلويد تحسب بقى اللوسز وتبدا تشوف الباور بتاعتك والمضخات دي محتاجه باور قد ايه، فده برضو الكورس بتاع الفلويد هيفيدك. طيب لما الميه دي بتدخل الغلايه، هو الغلايه اللي بتغلي الميه في المحطات دي مش بتشتغل بوقود فبيحصل احتراق؟ طب انت مش درست الاحتراق ده ومعادلات الاحتراق وازاي بتحدد كميه الوقود وكميه الهواء؟ فده بتدرسه برضو في كورس الاحتراق، محركات الاحتراق الداخلي في جزء منه احتراق، وفي محطات الطاقه برضو في شباتر منها بتدرسها بالكامل عن موضوع الاحتراق ده. فالاتنين دول بيخدموا على الجزئيه دي. تطلع بعد كده البخار يدخل على التربين، تبدا التربينه تلف. هو التربينه دي بقى مش انت دارس كورس تربو ماشينري بتتكلم على التربينات وازاي تتعامل معاها والتصميم بتاع التربينه نفسه بتدرسه، المراحل المختلفه للريش عندك بقى مالتي ستيج كذا ستيج من البدايه للنهايه لحد ما يطلع. يبقى انت التربو ماشينري اللي انت اخدته برضه هتطبقه في التربينه. يطلع البخار بقى يدخل على من التربينه، تلف التربينه ويطلع يروح على البخار. ده ما بيترميش، بنبقى دافعين في فلوس لان الميه معمول لها عملية تريتمنت معالجة بحيث ان احنا شايلين منها كل الاملاح وكل مخلينها مية صافية جدا، فحرام ادفع الفلوس وارميها. فبروح مدخل البخار على مكثف عشان يحولوا المية تاني نظيفة ارجع اغليها تاني. طب انت المكثف ده مش عبارة عن مبادل حراري؟ بخار وبيمر على مواسير فيها مية فبيحصل تكثيف، وبالتالي المبادل الحراري ده مش انتقال حرارة وثيرمو داينامكس. تبدا بقى تعمل معادلات اللي الطاقه بقى بتتحول من المائع ده للمائع ده، يبقى تدرس بقى قوانين الطاقه اللي هو بقاء الطاقه اللي هو الفيرست لو والسكند لو ثيرمو داينامكس، هتبدا تطبقها على او القوانين بتاعه انتقال الحراره والمبادرات الحراريه هتطبقها على الجزء ده. لما تاخد السايكل كامله اللي هو البويلر والتربينه تاخدها كسايكل، تبدا تطبق عليها السكند لو اوف ثيرمو داينامكس، ده اللي انت بتدرسه في الثيرمو داينامكس اللي هو المحطه كامله وازاي تعمل ليها الاناليسيس. فهتلاقي مجال واحد بس من اللي اشتغلت فيه طبقت فيه كل الحاجات اللي انت بتدرسها. يبقى ده يخليك تبقى عارف انك انت مهما كان التخصص اللي هتشتغل فيه لما تتخرج، ان معرفتك بالاساسيات بتاع كل كورس هتفيدك في الجزئيه دي، لانك انت مش راح تشتغل في المحطه قاعد تراقب الغلايه بس، ولا راح تشتغل على التربينه بس، انت ما تعرفش انت تشتغل ايه. ممكن تكون شغال خلاص جنرال بقى انك انت بتتابع كل حاجه، او انت في المحطه اي مشكله بتظهر لازم تكون عارف ليها حل، وبالتالي لازم تكون ملم بابعاد الايه الموضوع ده. بالنسبه اللي هو الشغل بقى، طيب ايه برضو ممكن فرص العمل؟ مجال بقى البترول ده مفتوح للمهندسين الميكانيكا بشكل كبير، ميكانيكا باور بالذات. هنتكلم برضو على طبعا في مجال البترول انت بتكون عندك برضو المضخات والمحركات والحاجات دي، برضو هتكون لازم تكون عندك الاساسيات بتاعتها، فبرضو هتفيدك في مجال في قطاع البترول. القطاع او المجال الاكثر شيوعا وان المعظم بيلجأ لنا الفرص فيه كتيره هو شغل المقاولات، انك انت بقى تشتغل في التكييف والبلامنج اللي هو الصرف والفاير فايتنج اللي هو مكافحه الحريق. فده اكتر حاجه بتكون فيها فرص كويسه والناس بتسافر على الشغل ده اللي هو بقى شغل الايه الشغل المقاولات. طبعا انت في شغل المقاولات بتكون عندك لازم يكون عندك فكره عن التصميم بتاع انظمه التكييف. لو انت حابب المجال من وانت طالب ابدا خد فكره عن الموضوع، ودلوقتي النت ما سابش، عندك قنوات على اليوتيوب مليانه شروحات سواء بالعربي او بالانجليش، هتلاقي فيه محتوى، دور وابحث واسال وشوف المحتوى الكويس اللي ممكن تفهم منه وابدا اتعلم. شوف الاحمال بتاعه التكييف ديت بيحسبوها ازاي، حتى لو انت ما عندكش فكره عن التكييف او انت ما عندكش حساسيه الارقام، هل الارقام دي منطقيه ولا لا، خد فكره عن الموضوع. اعرف ان او ممكن ما تخشش في موضوع البرامج بتاعه التكييف الا لما تدرس كورس التبريد على الاقل وتعرف
دايره التبريد بتشتغل ازاي، وازاي ان انا احسب الاحمال وكده بتاعه التكييف، لو انت لو قريت لوحدك عن كورس التكييف. لكن ممكن دلوقتي تبدا تقرا عن الاساسيات، هتلاقي في شرح بيشرح لك التكييف، الانواع المختلفه من التكييف، الوحدات اللي بتركب. في وحدات بتركب مثلا في الفنادق، لو انا عندي مثلا ماركت صغير كده ممكن اركب له واحده لوحده. طب هل لو انا عايز اعمل سنترال يونت كبيره، ده لو بتكلم على فندق، الاير هاندلنج يونت دي شكلها ايه، الكومبوننتس بتاعتها من جوه، ممكن اعرف الاساسيات واحده واحده، وبعد كده ابدا اطور من نفسي. لما اخد دوره التبريد ودوره التكييف بتشتغل ازاي، ابدا اشوف بقى البرامج، الهاب، الريفت بتشتغل ازاي، ابدا اجيب فيديوهات من على النت، انزل البرنامج، ابدا امشي ايدي، حتى لو بطلع حسابات مش منطقيه او حسابات غلط مفيش مشكله، لحد ما يكون عندي ادراك للارقام وافهم الموضوع كويس لما ادرسه في الكليه. لكن ممكن ايدك تمشي في البرنامج. طيب طبعا برضو البرامج اللي بتتعلمها، في برامج بتتعلمها في الكليه تفيدك وانت طالب، لو انت بتقدم تقرير، لو انت بتعمل ميني بروجكت، فبتتعلم برامج مثلا زي السوليد ووركس، بتتعلم برامج زي الانسس، دي هتفيدك وانت طالب. لكن برضو كمان ممكن تفيدك بعد ما تتخرج. يعني انا ممكن يكون كويس في السوليد ووركس وشغال في شركه عايز اتصمم حاجه معينه، او عايز يعمل بارت جديد كده عايز اصممه، ممكن ارسمه بالسوليد ووركس، ممكن اعمل بقى عليه ادرس الاحمال المختلفه عليه، فتبدا تعمل اناليسيس كده للجزء للقطعه اللي انت صممتها دي، فدي تفيدك. او لو انت كمان كريسيرشر تعلمت بقى البرامج السيميوليشن والحاجات دي وكملت في مجال البحث العلمي بعد ما تتخرج، فدي هتبقى نقطه كويسه ليك هتفيدك بعد كده. فتعلم البرامج دي حاجه كويسه جدا هتفيدك سواء اثناء دراستك او فيما بعد. نقطة تانية كمان اللي هي الأساسيات، المايكروسوفت أوفيس اللي هو الوورد والباوربوينت والإكسل، لازم أنا كطالب من أول ما أدخل إعدادي أو حتى أكون وأنا جاي من سنة، ولازم يكون عندي فكرة عن البرامج دي. لو ما بعرفش أستخدمها دي مشكلة كبيرة، إزاي أكون أنا مهندس وما أعرفش أستخدم الوورد؟ مش هقول إن كل الناس كده، لكن في فئة كبيرة ما بتحبش، ما لهاش في استخدام الوورد، أو بيستخدمه بشكل يعني بداية جدا، يعني اللي هو يا دوب يكتب ما يعرفش ينسق. لا، انا دلوقتي لازم اكون اعرف ازاي بنسق، عشان لما اتخرج او حتى ما اجي اسلم تقرير اعرف انسق التقرير بنفسي، ما اعتمدش ان واحد يعمل لي، ما اروحش مكان اقول له اكتب لي اعمل لي التقرير ده ونسقه لي. لا، انت عندك دلوقتي كلنا عندنا اللابات او الكمبيوتر في البيت، بتقعد تتعلم الوورد. حتى لو انت مش متعلم كويس، افتح الفيديوهات اللي على النت، ابدا شوف واحد بيشرح، اتعلم الاساسيات. هو انت عشان تتعلم اساسيات، مش هقول لك انك انت تكون بروفيشنال، بس على الاقل اساسيات انك تكتب تقرير، تنسق الصفحه، تحط العناوين بتاعتك، تعمل الفهرس، ما تاخدش منك ساعتين ثلاثه زي ما تتعلم ده كله. مش محتاج منك شهور ولا اسابيع، ده انت لو قعدت ساعتين وجبت فيديو هتعرف الاساسيات دي كلها. الاكسل برضو لازم تطور من نفسك في الاكسل، انك انت عايز تعمل مجموعه حسابات لمعادلات واقعد احسبها بايدي ليه، ما انا ممكن بالاكسل اعملها، الا اذا انا كنت اعرف لغه برمجه وكويس فيها، ممكن احل معادلاتي ده بقى بالماتلاب، بالبايثون، على حسب بقى الايه لغه البرمجه اللي انت بتعرف تتعلمها. بس احنا هنقول لو انا ما عنديش لغه برمجه دلوقتي، على الاقل اكون عارف اساسيات الايه الاكسل. ثالث حاجه برضو الباوربوينت، ده مهم جدا. ليه؟ انت كطالب دلوقتي بتعمل مشروع تخرج او ميني بروجكت وبتعرضه، لازم يكون حتى لو انا مش ما عنديش خبره كافيه في العرض، بس على الاقل اتعلم واغلط وحد يراجعني ويقول له العرض بتاعك محتاج تحسين شويه. ما انت احنا عشان نوصل للعرض الكويس اللي انت مثلا بتشوفه بنعمله لك في محاضره او في فيديو بنصوره على اليوتيوب، ما كلنا ما بداناش كده، ما احنا كلنا كنا بنغلط، بنعمل الباوربوينت ما بتعجبش برضو، لا لازم في احسن من كده، انت ليه طولت في طريقه في العرض السلايد بتاعك مثلا، ده في كلام كتير. فكل الحاجات دي واحنا طلبه زي كده بنعملها وبنعرف الاخطاء ديت، وبتبقى الباوربوينت بتاعتنا مش قد كده. لكن من كتر بقى الاخطاء اللي كنا بنقع فيها واحنا صغيرين ونتعلم ونبدا نحسن، وصلنا لمرحله دلوقتي انك لما بتعمل برزنتيشن بتبقى بتعملها كده، بعد ما تعملها تراجعها وتبقى انت نفسك مقتنع اذا كانت هي كويسه ولا لا، تبقى عارف لا هي كده ساتسفايد، وانت دلوقتي مقتنع باللي فيها، وان طريقه العرض هتكون جذابه، انك انت تقدر تجذب اللي قدامك. لان دايما بعتمد في حته العرض ان اللي قدامك ما يكونش متشتت، ما اقعدش املى البرزنتيشن كلام كتير وهو قاعد عمال يرى، لا انا عايز عينه تروح على حاجه معينه، احط له صوره وكلمه تحتها، هي عينه تروح على الجزئيه دي، ما املاش البرزنتيشن كلام كتير وهو يقعد بقى يدور في وسط الكلام، هيتشتت مني، مش هيبص على الايه على البرزنتيشن. واتعلم انيميشن، ان انا ما اروحش نازل بالسلايد مره واحده وانا بعرض كده، اروح منزل السلايد كامل واقعد اقرا اللي فيه، لا انا عايز اشرح حاجه معينه هنزل الصوره بتاعتي، عايز احط معلومه عنها بعدها يروح نازل الكلام عنها. فهتلاقي ان اللي قاعد مستمع ليا عمال عينه معايا على البرزنتيشن، ان في جديد عمال يحصل، الخطوه دي في خطوه جايه بعدها، فانت شديت انتباهه،
هتخليه دايما مركز معاك. فدي النقطة برضو اللي أنا بنصح من دلوقتي إن إحنا نحاول إن إحنا نتعلم. فده بالنسبة للحاجات اللي أنا أتذكرها، اللي هو لو في حاجة تانية ذكروني بيها إن أنا ممكن أتكلم عنها. إحنا اتكلمنا عن سوق العمل، وقلنا إن اتكلمنا قلنا اللي فيه شغل المقاولات، وقلنا شغل المحطات، وبرضو الناس اللي ممكن تشتغل في السيارات سواء هنا في مصر، بس لو أنت اشتغلت السيارات في مصر هتشتغل صيانة لأن أنت ما عندكش، أو تجميع لكن أنت ما عندكش تصميم، أو إنك أنت بتعمل المحرك من أو إنتاج محرك. لكن لو في حد فعلا بقى حابب المجال وناوي إن هو يسافر ويشتغل بقى في شركات إنك بقى تصمم وتطور وكده، فلو أنت حابب المجال تبدأ بقى تقرأ فيه أكتر، هتدرس كورسات محركات احتراق داخلي وأنت تطور من نفسك، وتقرأ عندك مراجع ويجيب لك بقى يعني إيه المشاكل اللي بتحصل والتصميم. يعني كل جزء فيه كتب بس بتتكلم على كل جزء في العربية تصنيعه بيتم إزاي، الاحمال اللي عليه والمواد الماتيريالز المختلفه وبيتم تصنيعه ازاي، ويتم تصنيعه باشكال مختلفه بطرق مختلفه. في حاجات بتتعمل عن طريق السباكه، وفي حاجات بتتعمل عن طريق التشغيل. فانت ممكن الحاجات دي كلها تاخد فكره عنها لو انت حابب مجال الايه السيارات. وفي حاجات برضو كتب خاصه بالترابل شوتينج، اللي هو بقى ايه المشاكل اللي ممكن تكون موجوده في السيارات وايه الاسباب ليها. الفرق ما بين واحد بيتكلم على مشاكل او اعطال ويقدر ان هو يشخصها على اساس علمي بيكون افضل من ان انا اتعامل مع الخبره. والخبره حلوه وكل حاجه، انك انت في سوق العمل هو واحد مثلا شغال في صيانه السيارات من خلال خبرته يقول لك العطل هنا كذا، لكن انا لما اكون معايا الخبره وفي نفس الوقت معايا الاساس العلمي، لما يحصل مشكله في المحرك مثلا، او الاقي مثلا ان لما بتيجي تشغل العربيه في حاجه بتفصل، او في مثلا في صوت تخبيط، فاعرف ان مفيش التزام في صوت، اعرف ان ممكن يكون في مشكله في البوجيهات بتاعتي اللي هي السبارك بلاج، لان انا عندي في اسطوانه مفيش فيها احتراق فمفيش اتزان، لان الاربعه لازم يكونوا شغالين. طيب لو ما عنديش، لو مش مشكله في السبارك بلاج في الاحتراق وكان تمام، يبقى في عندي مشكله في الرشاشات، يعني في اسطوانه من الاسطوانات ما بيوصلهاش وقود، ما بيحصلش فيها احتراق. فانت بتبدا تعرف المشكله او ايه المشكله اللي بتقابلك، ومن خلال معرفتك بكل جزء في المحرك مهمته ايه والمحرك ده شغال ازاي، تقدر تحدد المشاكل على اساس علمي. بجانب لو انت اشتغلت بقى مع خبرتك في سوق العمل هتبقى فارق عن غيرك كتير، معاك عامل الخبره ومعاك الاساس العلمي اللي بتبني عليه انك انت فاهم كل مشكله ابعادها ايه ومين اللي بيترتب على مين، وبالتالي هتلاقي انك انت ان شاء الله 100% قرارك صحيح لو انت بتشخص اعطال او بتحل ايه مشكله. ده بالنسبه لل قسم ميكانيكا باور. ويعني انا اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوفكم معانا في ميكانيكا طبعا، لكن انت اولا واخيرا اوعى تدخل القسم بناء على ان ايه المعظم داخل كذا او صحابي داخلين كذا، لا ادخل الحاجه اللي انت حابب. انا واحد من الناس كنت كاتب مدني، لان انا لما جينا في اعدادي مدني قسم كويس وكل حاجه، بس انا ما حسيتش ان انا مشدود لان انا اكون مهندس مدني. بعد ما كتبت ليه؟ لان زمايلي كلهم كاتبين مدني، خلاص انا جايب مجموع في اعدادي وبتاع، اروح انا اكتب قسم تاني كلهم رايحين مدني، الناس كلها بتكتب مدني، فخلاص لقيت ان الناس كلها بتكتب مدني ما نكتب مدني كلنا، لانه ده بقى بالنسبه للناس، الناس كلها بتتهافت ان هي بياخد، كان ايامها بياخد اعلى مجموع، فايه طالما انت جايب مجموع اكتب بقى اللي بياخد اعلى مجموع. بعد ما كتبت ونزل اسمي في مدني فعلا مع التدريب الصيفي وكده، كنا بناخد تدريب صيفي، فبناخد كل قسم بندخل ندرس فيه، ناخد من القسم ده مثلا ميكانيكي، خدنا الرسم الميكانيكي ورحنا الورش وكده. في مدني برضو خدنا حاجات عن رسم، كان في بعض القطاعات والحاجات والستيل وكان في القطاعات بتاعه الترع والحاجات زي كده، انا ما اتذكر كنا بندرس قطاعات وحاجات زي كده بنرسمها. من خلال بقى دراستي العماره ومدني وخدنا فكره عن التخصصات، حسيت ان انا مش مشدود. انا ما بقللش من القسم انا كنت رايحه بناء على ان الناس كلها رايحه مدني، لكن الفكره كلها ما قعدت مع نفسي حسيت ان انا ميال لميكانيكا اكتر، حابب ان انا حابب شغل الميكانيكا. فخلاص واخدت القرار ورحت غيرت بعد ما اسمي نزل في مدني، رحت كتبت طلب تغيير ان انا عايز احول لقسم ميكانيكا، وبالفعل حولت لقسم ميكانيكا، وسبحان الله كان الخير ليا في ميكانيكا، وربنا كرمني وتعينت في ميكانيكا وحابب المجال. فالفكره كلها، وعلى فكره بعد ما دخلت ميكانيكا للاسف الشديد لما كان حد من زمايلي يقابلني من دفعتي يقول لي انت هو انت شلت كام ماده عشان كده تدخل دخلت ميكانيكا؟ يا جماعه مش بالمنطق ده، مش معنى ان انا ما دخلتش مدني او دخلت كهرباء ودخلت ميكانيكا ان انا مثلا مش ان القسم وحش او ان القسم ما بياخدش، لا. وحتى لو انا مثلا لا قدر الله مثلا شايل ماده او اتنين وداخل ميكانيكا، والميكانيكا دلوقتي اصلا تنسيقها عالي مش قليل عموما، يعني ده مش معناه ان الطالب سواء ان انا داخل قسم ميكانيكا او عشان داخل بالمجموع او ان انا مثلا ان انا خلاص داخل غصب عني، لا مفيش حاجه اسمها داخل غصب عني.
هو ربنا كاتب لي ان انا ادخل قسم ميكانيكا سواء برغبتي او انا كنت حابب قسم تاني بس مجموع مثلا ما جابش، والقسم اللي بعده مباشره في المجموع كان ميكانيكا فدخلت ميكانيكا كانت رغبه تانيه، ان انا مثلا ما احبش ميكانيكا. لا بالعكس، انت طالما دخلت قسم وربنا كتب لك ده هو ده الاصلح بالنسبه لك، خلاص اجتهد فيه واعمل اللي عليا. اجتهدت وعملت اللي عليك ربنا هيكرمك، ما تسالش بقى ازاي وتقعد تحسب لها ولما تخرج وفرص العمل، لا ما حدش ضامن انه يعيش لبكره. انت اعمل اللي عليك، وزي ما بقول لك كده حط في بالك انك انت تطور من نفسك وانت شايف ومطلع على كل حاجه وشايف الدنيا عامله ازاي والناس بتطور من نفسها ازاي. فانت حاول دايما انك انت تكون بتطور من نفسك، حاول تلتزم بالحضور. في ناس ما بت يعني الحضور بتاعها مش شد كده ويجي في الاخر يشتكي مثلا ان هو اعمال السنه بتاعته فاضل له كام درجه عشان اللي هو يدخل في موضوع الرأفة. طب انا ليه احط نفسي في النقطه دي؟ انا لو التزمت وحضرت محاضراتي، حضرت السكاشن بتاعتي، سلمت التقارير، ما دي كلها درجات عليها اعمال سنه. ما مش معقول هنقول لك مثلا ما تجيش وما تحضرش وادي لك اعمال السنه، لا ما هو اعمال السنه ديت معناها انضباط التزام، زي ما الدكتور بيجي لك يدي لك المحاضره، زي ما المعيد بيجي لك يدي لك السكشن ويشرح لك، زي ما هو بيجي وبيلتزم بمواعيده انا كمان التزم بمواعيدي. انا لو جيت والتزمت مش هيديني الدرجه دي، هاخد الدرجه بتاعتي. انا لو التزمت في السكشن والمحاضره وذاكرت، اما يجي الميد تيرم مش هحل؟ هتحل، وانت عمرك هتتعب وربنا هيضيع تعبك. الناس معلش اللي بتجيب امتيازات وجيد جدا وبتطلع من الاوائل، هو ده مش تعب واشتغل؟ هل في واحد ذاكر وتعب وما جابش؟ ممكن يحصل له عدم توفيق في ماده، لكن هو لو شاطر ومذاكر ومتابع تلاقي مثلا ممكن المواد كلها امتيازات وجيد جدا وماده جاب فيها جيده ومقبول. دي حاله خاصه، مش هنقول انها مشكلته، هنقول ان دي حاله خلاص الماده دي ما حدش بيجيب فيها تقدير الدرجات فيها، امتحانها جه صعب على الكل او كده، ده ما فيش لوم عليه. لكن هو فعليا جاب في المواد التانية درجات كويسه، هل هو جاب الدرجات كلها في الكورسات كلها كويسه علشان الدكاتره كلها عارفاه وبتجامله؟ ما فيش حد بيجامل حد. اصل انا كدكتور عشان ادي لك درجه، انا ما اديش واحد درجه زياده عن زمايله. لو حسيت ان درجات الطلبه كلها مثلا محتاجين مثلا في كام طالب مثلا 10 15 واحد، لو اترفعوا درجتين هتفرق معاهم في اعمال السنه، ارفع الكل ماشي، لكن ما ارفعش مثلا واحد درجتين واسيب زميله. ما هو زميله ده ممكن يكون بينافس معاه على حاجه معينه، الدرجتين دول يخلوا واحد يعدي زميله الثاني في الترتيب او يفرق معاه في حاجه معينه، وبالتالي لازم يكون عندي مساواه في اعمال السنه. فالنقطه اللي اقصدها اقولها لك انك انت ما فيش حد بيتعب وما بيلاقيش، فانت تعمل اللي عليك وما تقصرش وسيب النتيجه على ربنا، ربنا هيكرمك ان شاء الله. طيب اخر حاجه هتكلم فيها برضو نقطه حته الجزئيه ان انا ازاي اتعامل مع كليه الهندسه في المذاكره. هقول لك على طريقه بس في ناس بتاخد بيها وفي ناس بتحس ان هي مرهقه شويه، لكن هي بصراحه مريحه جدا وهتفرق معاك كتير. جربها كده ترم وشوف هتفرق معاك ولا لا. انت دلوقتي لما بتيجي تاخد المحاضره بتحضر مع الدكتور المحاضره، ممكن يكون نسبه استيعابك للمحاضره 50%، في واحد امكانياته كويسه 60%، واحد بقى شاطر ومتابع ممكن يكون بيذاكر قبل المحاضره يوصل 70 و80 و90% من المحاضره، كل واحد على حسب استيعابه من الايه؟ من المحاضره. طيب انا ذاكرت حضرت المحاضره، كتبت ورا الدكتور، حضرت السكشن، قمت كاتب ورا المعيد، يبقى انا عندي دلوقتي كتابه المحاضره، كتابه السكشن، عندي الكتاب اللي الدكتور بيشرح منه او المصدر اللي الدكتور بيشرح منه، عندي مصدر اي تاني اي ورقه او بتجيبه من اي مكان حد كاتبه شرح بيلخص لك زميلك عامل مذكره كده بيساعد بيها الدفعه، مفيش مشكله، معايا مصدر تاني، فمعايا تلات اربع مصادر شغال منهم. طيب ببدا اشتغل. انا دلوقتي لو جيت قبل الامتحان بتاع الميد تيرم وقعدت بقى كل شابتر اروح اشوف خدت ايه في المحاضره والسكشن كان بيقول ايه والمذكره اللي انا جايبها من مصدر تاني والكتاب بتاع الدكتور، هتلاقي نفسك كل شابتر عمال مشتت نفسك ما بين اربع خمس مصادر، وهتلاقي العمليه عندك مضغوطه مش عارف تلم الموضوع. انا ممكن احل الموضوع بطريقه بسيطه، كل ماده هعمل لها لكل شابتر هاخده عباره عن ملزمتين بخط ايدي، الملزمتين دول عباره عن واحده شرح والثانيه سولفت بروبلمز خاصه بحل المسائل. اللي هو ايه؟ انا دلوقتي خدت المحاضره، مش هقول لك ثاني يوم تذاكرها لان انت ثاني يوم عندك التزامات وعندك كويز ماده ثانيه، فاكيد صعب انك انت وفي كليه هندسه بالذات ان كل حاجه تاخدها تذاكرها في نفس اليوم او ثاني يوم. ممكن نقول مع نهايه الاسبوع، انا مع نهايه الاسبوع كده يوم الخميس بالليل او يوم الجمعه كده ابدا احاسب نفسي. انا خدت ايه؟ خدت محاضره مثلا ثيرموداينامكس، والله الدكتور شرح الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس وشرح كذا، هبدا اجيب محاضره الدكتور اللي هو اللي انا كتبتها وراه. وابدا اجيب الكتاب، والله الدكتور شرح الحته دي شرح التعريف ده، هل انت الحته تكتبه ورا الدكتور بشكل كويس ولا تلخصه من الكتاب؟ اروح الخصه من الكتاب، او لو الدكتور قال حته زياده اكتبها، هقوم كاتب تعريف اكتب التعريف بتاع الحاجه دي بالانجلش او بالعربي الحاجه اللي تفهمها ويفضل بالانجلش طبعا، بخط ايدي وبتلخيص الحاجتين دول مع بعض. اروح افتح السكشن بتاعي
المعيد شرح الحته دي ولا حل مسائل على طول مش مشكله، لو شرح الحته النظري دي طب هو قال فيها ايه؟ اه نفس الكلام، يبقى انت بتاخد الخلاصه بتاع الثلاث مصادر دول وتعمل تعريف انت تفهمه وتعرف تكتبه لو جالك في الامتحان، او تختار التعريف بتاعه لو جالك اختيار يبقى التعريف ده بتاع النقطه دي. بعد كده الدكتور شرح قانون، والله القانون ده هبدا امشي معاه خطوه خطوه، الكتاب بيقول ايه؟ اه الخطوه دي بعد دي بعد دي، والدكتور شرحها كذا، طب المعيد لما شرحها لي في السكشن فتفهم بقى الخطوات كلها، تبدا تصيغها باسلوبك، القانون ده بيستخدم في حاله كذا، وتبدا تكتب النوتس بتاعتك. لو مشيت مع الشابتر كده خلصت، خلاص عملت له مذكره من 10 15 صفحه بالكتير كده خاصه بشرح الايه؟ الشابتر ده كاملا. اعمل مذكره زيها بخط ايدي خاصه بالمسائل، اجيب مثلا نشيت فيه 20 مساله و30 مساله، بروبلم واحد الجيفن داتا كذا 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 الريكوايرد، ابدا احلها في ورقه خارجيه كده ظبطت معايا، ابدا ابيضها فين؟ في الملزمه دي، احل الخطوه الاولى الثانيه الثالثه، اطلع الناتج النهائي ابروزه، اروح معلم في الشيت ان انا حليت المساله دي والمساله دي والمساله دي. طيب جيت في مساله رقم 4 لقيت ان فيها فكره مختلفه عن 1 و2، اكتب نوتس جنبها، خد بالك وانت بتحل المساله اللي بيكون فيها مديني النسبه دي اكبر ما يعرفش من رقم معين لازم استخدم القانون الفلاني، ولو حصل حاجه مخالفه هتلاقيها في مساله زيها رقم 7 خد بالك غيرت القانون لان هو اداني نسبه مختلفه، اداني اشاره ما اعرفش ايه، اداني كلمه بتدل على حاجه معينه. فتبدا تعمل نوتس لنفسك في المسائل، انا ما بقولكش انك تحفظ، انا ما بميزش المسائل، انا وانا بحل بحاول ان انا اعمل افكار مختلفه. انا وانا دلوقتي كدكتور بدرس للطلبه الناس اللي معانا موجودين او حضروا معايا محاضرات، هيلاقي طبيعه شرحي انا دلوقتي حاطط الشيت وحاطط في الشيت مثلا 30 مساله، انا دلوقتي مش مطالب، ما ينفعش ان انا احل لك في المحاضره 30 مساله، انا بشرح لك المسائل او القوانين وخلي المعيد يطبق لك على المسائل، ولو في حاجه وانا كمان بحل مسائل، يعني من عادتي ان انا برضو بعمل سولفد اكزامبلز في الايه في المحاضره كتير مع الطالب عشان يقدر ان هو يتمرن وايده تاخد معايا على المسائل، لكن ما اقدرش ان انا اغطي لك فكره 30 مساله في المحاضره او احل لك 30 مساله. بعمل ايه؟ انا بشرح لك القانون ده، القانون ده مثلا هيتطبق على 5 6 مسائل في الشيت بشكل معين، وفي حاجه معينه هتضاف مع القانون ده عليها مسالتين في الشيت، فوانا بشرح لك القانون بقول لك القانون ده لو جالك هتتعامل معاه كذا وكذا وكذا، بتلاقيني اروح عامل لك سبيشال كيس كده اقول لك خد بالك لو جالك مع القانون ده او في المساله ذكر لك كلمه كذا او كلمه كذا او كلمه كذا، القانون ده هيتم التعامل معاه بطريقه كذا وكذا وكذا، خلاص يبقى انت اعتبر خدت فكره حل مساله. لما اخش على القانون اللي بعده اشوف لك المسائل اللي في الشيت، في عليه 6 مسائل، 3 بيتحلوا مباشر وفي 3 في فكر فيهم افكار اللي هو لو جاب لك دي هتتعامل معاها بالطريقه دي، فببدا وانا بشرح القانون احط لك السبيشال كيس ديت الحالات الخاصه ازاي تتعامل معاه، وبالتالي انت تعمل لنفسك كده انه كنت بتحل المساله دي سيستماتيك ودي سيستماتيك، دي عاديه ودي عاديه، تعويض مباشر تعويض مباشر، لا لقيت مساله 2 3 في 5 6 مسائل في الشيت كده عليهم علامات استفهام او طريقه حلهم اختلفت، اكتب على راس المساله من فوق خد بالك الفكره هنا كذا والفكره هنا كذا والفكره هنا كذا. تقوم لما تيجي بقى في تذاكر للميد تيرم انت بتلخص ده كده قبل الميد تيرم، يعني دي اول مذاكره ليك للشابتر ده، لو عملت اللي بقول لك عليه لخص المذكرتين دول واركنهم ما ترجعش ليهم تاني، تعالى بقى على الميد ترم ارجع افتحه، انا الميد ترم داخل معايا 3 شباب، لو انت مشيت على النظام ده هم 6 مذكرات، الست مذكرات دول بقى خلاصه محاضره الدكتور، الكتاب بتاع الدكتور شغال منه او المصدر شغال منه، سيكشن المعيد، اي مصدر خارجي معاك زميلك عامل حاجه بيساعدك بيها، كل المصادر دي انت لخصتها في المذكره دي، بس تكون واخد بالك انك انت بصيت هنا وبصيت هنا وخدت كل المعلومات اللي تفيدك وحطيتها عندك، يعني معناه ما فيش داعي ارجع افتح الكتب ولا افتح المحاضرات بتاع الدكتور ولا افتح اي حاجه غير هم دول فيهم الخلاصه، انا حطيت فيهم كل حاجه وما سبتش اي حاجه، بس ما تروحش تلخص اللي هو طياري كده اللي هو ايه كام تعريف، لا طالما هتلخص بضمير عشان انا بقول لك ده هيغنيك عن اللي فات، طالما هيغنيني عن اللي فات يبقى لازم ما سيبش حاجه خالص عشان ما اجيش اذاكر حاجات وانسى حاجات، لا يبقى انا عارف ان المذكرتين دول فيهم الخلاصه. هتلاقي نفسك قبل الميد تيرم هم 6 مذكرات، هتقعد كده تشرب كوبايه شاي، هتبدا تقرا كده النظري وتبدا تجيب ورقه خارجيه وتسمع التعريف، تكتب القانون اللي تعدي عليك وتلاقي ماشي معاك تقلب الصفحه، حاجه وقفت ترجع تاكد عليها. تجيب مذكره المسائل، هتغطي الحل وتشوف تقرا او تجيب راس المساله بقى من الكتاب جيفن والريكوايرد وتحلها، طلع الرقم زي اللي في اللي انت عامله، انا ليه بقول لك حل المساله تاني واكتبها بايدك مره؟ عشان انت دلوقتي ليك طريقه حل، انت عارف الرقم ده ما بيطلع بتبروزه بشكل معين والمطلوب ده انت ليك اسلوب للحل، ما اعتمدش على مصدر تاني حتى لو حل المساله لان كل واحد له اسلوبه، فانت دايما حافظ النواتج اماكنها هنا. طب ده هيفيدك بيه بقى؟ ما تيجي تخش الامتحان وتحل لو لا قدر الله نسيت حاجه
تعريف قانون، انت نفسك هتفتكر ده انا كنت كاتب النوتس دي في الصفحه الخامسه على اليمين فوق، انا فاكر ان انا كنت مبروزها. ترجع تتذكر كده هتلاقي نفسك بتفتكر الحاجات طالما انت كاتبها بنفسك، عمرك ما هتنساها. انت حتى لو بتختار اختيار من متعدد، ممكن من خلال ده انا كنت كاتب الجزئيه ديت في الصفحه الرابعه كده في النص، من التشابهات تشابه كده وتقول تقريبا انا كنت عاملها هنا، تفكرك بحاجه حتى لو انت مش عارف الاجابه الصحيحه. لا ده انت هتختار الاجابه الصحيحه من خلال تذكرك انت كنت كاتبها فين، جنب الحته الفلانيه، ده كانت مع القانون ده، يبقى ليهم علاقه ببعض، يبقى ده الاختيار الفلاني، عشان تبدا تقرب المسافات. لو عندك 4 اختيارات ممكن تحجمهم في اختيارين من خلال تذكرك للجزئيه دي انا كنت كاتبها فين بالظبط، وتبع اي شابتر او تبع اي صفحه. فدي كان اخر حاجه عايز اتكلم معاكم فيها، اللي هو حته تنظيم المذاكره. يا ريت لو قدرت انك انت تطبقها، انا عارف ان ممكن تكون فيها مجهود عليك انك انت تقعد تلخص وتعمل، لكن هتريحك سواء في مذاكره الميد تيرم او داخل امتحان شفوي او في امتحان الفاينل. هتلاقي نفسك داخل الامتحان وانت قاعد مش مضغوط، هترجع من الامتحان الاولاني هتبدا تريح كده، الماده اللي جايه عندي ايه؟ عندي ماده كذا، والله الماده ديت 5 6 شباتر، كل شابتر بمذكرتين، هطلعهم واحطهم قدام مني على المكتب، شكرا هي دي الماده، مفيش بعد كده. تمام يا شباب، اتمنى كده تكونوا يعني استفدتوا من المعلومات، واتمنى ان انا اكون يعني غطيت الاسئله اللي بتدور في ذهنكم ان شاء الله. هل في اي استفسارات او اي اضافه محتاجين انا اتكلم عنها؟ تمام جدا يا دكتور، وانا اشوف بس كده لو حد عنده حاجة طيب شوفي يقولها. كده وانا معاك. ماشي هو في حد كان بعت سؤال بيقول هل في ربط في العمل والدراسة والمحتوى بين ميكانيكا باور وميكانيكا إنتاج؟ هو كميكانيكا، ميكانيكا باور احنا اتكلمنا عن ايه اللي بندرسه في باور وسوق العمل. ميكانيكا انتاج بيشتغلوا اكتر على اللي هو ايه بقى، خطوط الانتاج، التصنيع نفسه، متكلم مثلا على الشيت ميتال وركينج، جسم العربيه نفسه بقى ازاي بتصنع، عارفين الباب مثلا شكله ازاي، بيقطع الشكل ده ازاي، مكان عارفين الاوكره بتاعه الباب، الضغطه اللي داخله جوه دي اللي هو اللي بيركب فيها الاوكره بتاعه الباب، فدي كلها شيت ميتال وركينج. بيشتغلوا في التصميم اكتر، يعني لان ميكانيكا في تصميم وفي انتاج، يعني اسمها تصميم وانتاج، على فكره دول تخصصين مختلفين. ففي ناس بتشتغل تصميم، لكن انا كمهندس على فكره انا نسيت جزئيه برضو، ان انت بتدرس وانت في ميكانيكا باور بتدرس كورسين تصميم، ديزاين واحد وديزاين اتنين ميكانيكال ديزاين، فانت بتدرس برضو تصميم، لانك انت عندك برضو انت بتصمم محرك او بتصمم ماكينه معينه، انت عندك احمال. هو انا لما اجي اصنع مصمم محرك العربيه، مش انا عندي البيستون والكونكتنج رود اللي هو ذراع التوصيل، والغازات بتضغط على البيستون وبيضغط على الكونكتنج رود، هو الكونكتنج رود ده مش متعرض لضغط، لو انا مش مصممه صح والكروس سكشن بتاعه له سمك معين وله ارتفاع معين واخد قطاع اللي هو الاي بيم ده، هيحصل له باكلنج، هيتني منه لو انا مش عامله بتصميم مظبوط، وبالتالي لازم اكون دارس تصميم كويس، واعرف بقى الاحمال اللي بتقع على الرود ده او البار ده، في احمال حراريه وعندي في احمال جايه من الضغط، في احمال جايه من الشد، ده المسمار نفسه اللي هو لو حد شاف البيستون بتاع العربيه متوصل بذراع التوصيل بالكونكتنج رود عن طريق حاجه اسمها البن اللي هو ذراع، اللي هو المسمار ده متعرض لاحمال، انت بتضغط وبتشد وفي احمال حراريه، فكل الاحمال دي بتاخدها في الاعتبار، لو انت مش دارس كورس تصميم ما تعرفش تصممها، وبالتالي يكون كويس ان انا ادرس كورس تصميم او كورسين تصميم. انا كمهندس باور لو ما لقيتش فرصه ممكن بعد ما اتخرج في سوق العمل يقابلني فرصه كمهندس انتاج اعرف اشتغلها، ما فيش مشكله. ده انت كمهندس باور بتبقى عندك ملم فعلا بميكانيكا عموما، ففرصه انك انت تشتغل في انتاج كويسه برضو، يعني انت لو جالك شغل انتاج كويس وفي مكان كويس ما فيش مشكله، مش هيبقى صعب عليك انك تشتغله، شغال على خط انتاج، شغال على حاجه فيها تصميم، فبرضو ما فيش مشكله فيها. اعرف برضو ان في ناس شغال بيكونوا انتاج وما بيطلع بره بيلاقي انه له فرصه كويسه في شغل المقاولات، شغل التكييف وكده، وهو حابب يغير المجال، بياخد كورسات تكييف ويبدا يدرس الموضوع ويبدا يطور من نفسه ويشتغل مهندس تكييف. هل حد هيقول له انت خريج انتاج وما بتفهمش في التكييف؟ لا، هو طور من نفسه واشتغل، وهو في الاول وفي الاخر مهندس ميكانيك باور انتاج، هو اثبت كفاءه في ان هو يقدر يشتغل في التكييف، فاشتغل في المجال ما فيش فيه اي مشكله. في أسئلة تانية؟ لو حد عنده سؤال يا شباب، لو حد عنده سؤال يا شباب يرفع إيده ونفتح له المايك يتكلم. في رياكشنز فوق كده على طيب.
تمام جدا يا دكتور. في حد بعت كمان سؤال، بيقول هو الإنتاج والرسم لو حد مش كويس فيهم يبقى ما يخشش ميكانيكا باور؟ لا، ميكانيكا باور ملهاش علاقة بالرسم، لأن هو بس أنت بتدرس كورس واحد اللي هو الرسم الميكانيكي في سنة أولى، يعني هو ده الكورس الرسم بس الوحيد اللي بتاخده، لكن ما بتدرسش كورسات ميكانيكا رسم تاني. بس هو برضه الرسم الميكانيكي مش سهل برضه، يعني عشان برضه أكون صريح، يعني مثلا إحنا الرسم الميكانيكي ده تجميع اللي هو وليكن عارفين مثلا اللي هو ايه، ماكينه خراطه او منجله او اي معده بتفككها وتجمعها بترسمها قطاعات، فبتبدا بقى تعمل عمليه اسمبلي كده للحاجه كده، عندك الـ مثلا المسامير تحطها في اماكنها ولها طريقه رسم معينه، عندك الكي في مفتاح في حاجات معينه، فبيدي لك الاجزاء زي ما تكون متفككه كده وتبدا تجمعها في رسم. لكن هو كورس واحد رسم، يعني لو انا حابب ميكانيكا وهو ده هيبقى العائق بالنسبه لي، انا ممكن احاول واحده واحده امشي مع الكورس، اسال اذاكر كويس اتعلم اساسيات الرسم، هتمشي الامور معايا وان شاء الله ما فيش فيها مشكله. لكن بعد كده ما فيش بقى رسم، ميكانيكا ما بتعتمدش على ان انا اقعد ارسم، ولا هي ما فيش بقى بعد كده كله برامج، حتى كتصميم او كده بتعتمد كله على البرامج، يعني ممكن ترسم بقى بالاوتوكاد بالسوليد ووركس. اعتقد دي ما فيهاش صعوبه على حد لو واحد ما بيحبش الرسم بالمسطره، ان هو يتعلم برامج يرسم بيها مش هتبقى مشكله بالنسبه له، يعني الا اذا الشخص نفسه هو مش حابب موضوع الرسم من البدايه، يعني مش حابه كرسم بالمسطره او مش حابه كرسم كبرامج، يعني دي نقطه تانية. يعني هو ممكن يكون واحد مش حابب موضوع الرسم خالص، فيفضل مثلا لو هو سمع مثلا عن كهربا وبدا يحضر محاضره تتكلم عن كهربا، ممكن يتشد اكتر لكهربا، حس ان الموضوع قريب مثلا لدماغه ان هو بيفكر في الحاجه دي او هو ميال ليها اكتر. فما فيش مشكله ان انا اسمع برضو عن التخصصات المختلفه بحيث احدد انا اكتر ميال لاي تخصص، ايه المعوقات اللي هتقابلني في التخصص دي وهقدر اتغلب عليها او ما اقدرش اتغلب عليها، لان في بعض المعوقات ممكن تخليني اتغلب وممكن معوقات احس ان انا مش هقدر اتاقلم معاها، فما دخلش نفسي في حاجه انا مش هتاقلم معاها ونفسيا مش هتريحني يعني. تمام ماشي جدا كويس. في حد كمان بيتكلم بيقول انه هو محتار جدا بين ميكانيكا باور وكهرباء باور، فايه الفرق بينهم يعني عشان الصوره تبقى اوضح لي؟ ما هو ميكانيكا باور بيتكلم بيشتغل بقى اللي احنا قلنا عليه بقى، اشتغل في شغل المحركات محطات الطاقه في التكييف، ده شغل الميكانيكا، المضخات شغل البترول. الكهرباء باور بيتكلم شغل كهرباء بقى، يعني عارف اللي هو ايه، محولات محطات، اشتغل في محطات الطاقه بس هو بيشتغل بعد ما الكهرباء بتطلع، يعني محطات الطاقه بيشتغل فيها مهندسين كهرباء باور ومهندسين ميكانيكا باور. مهندس ميكانيكا بيطلع الكهرباء لحد مرحله الجنريتور، مهندس كهرباء بيستلم من بعد الجنريتور، هو بقى اللي بيبدا يوزع. لما نشوف بقى الخطوط بقى تبدا توزع كده وتعمل اللي هو الخطوط بتاعت المحطات بتاعت اللي هي بقى رفع الجهد وخفض الجهد والحاجات دي، ده شغل كهرباء باور. تمام كويس جدا. اي حد عنده سؤال يا شباب لا اما يكتبه في الكومنتس لا اما يرفع ايده، يعني احنا نفتح المايك. في مهندس عبد المنعم عايز يسأل. افتح المايك يا باشمهندس واتكلم. باشمهندس عبد المنعم انا اديتك اتاحة انك تفتح المايك دلوقتي. عارف هو تقريبا بقى عنده مشكلة، فممكن يكتب لنا السؤال أفضل يعني في الشات. يا شباب اللي بفتح له المايك في علامة المايك فوق برضو تاني، هو لازم بيفتحها السلام عشان عليكم. يتكلم. تمام تمام كده. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أنا كنت أسأل حضرتك إيه اللي بيبقى بيدرسه طالب ميكاترونكس بيبقى أقل عن قسم ميكانيكا لو أنا بدرس ميكانيكا بس؟ ايه اللي بدرسه؟ معلش سؤال تاني. يعني إيه اللي أنا باخده، يعني إيه اللي في ميكانيكا باخده أكتر من لو كنت في ميكاترونكس؟
والله هو ميكاترونكس وميكانيكا يعتبروا زي بعض، مع اختلاف ان ميكاترونكس بيدرس حاجات من لها علاقه بالكنترول والاوتوميشن شويه والاوتوماتيك كنترول، لكن ميكانيكا باور بتبقى يعني متخصصه في ميكانيكا اكتر، يعني الكورسات بتاعتها بتبقى متعمقه اكتر. يعني انا ما على حد علمي الكورسات بتاعت ميكاترونكس يعني هم بيدرسوا زي ميكانيكا، لكن مش كل الكورسات كامله يعني، لان هم عندهم كورسات تانية خاصه بالالكترونيه او بالكنترول وحاجات من كهرباء، فلازم يوازن ما بين الاثنين، فمش هيبقى كورساتهم مكثفه كميكانيكا زي قسم ميكانيكا جنرال. لكن انت لو دخلت ميكانيكا باور وقدرت انك انت تذاكر الكورسات بتاعه الكنترول، فانت هيبقى زيك زي ميكاترونكس بالظبط، بالعكس انت هتكون درست يعني ميكانيكا بتعمق اكتر يعني. ده لو انت قدرت انك انت تشوف الكورسات المختلفه اللي هم بيدرسوها زياده وتبدا انك انت تشتغل عليها. طيب لو اتكلمنا عن حتة فرص العمل، بتبقى هي هياها ولا برضو بتاع الميكانيكا بقى ليها أولوية؟ والله هي بص هقول لك على سوق العمل، اتناقشت مع ناس في النقطة دي. ميكاترونكس كويسة، بس غالبا لو طلعت بره مصر تبقى فرصها كويسة جدا، يعني بتبقى مطلوبة بره أكتر. برضو أنا مش عايز يعني مش عايز برضو أجزم لك كده، لأن أنا بقول لك أنا كنت بتناقش مع ناس يعني داخلين ميكاترونكس وسائلين على الموضوع، فلقيت ان هم بيقولوا ان احنا حابين ندخلها عشان حابين فرصتها بره مصر افضل، يعني ان هو لا هيبقى هيقدر يسافر ويشتغل بره. لكن في ناس بتفضل ميكانيكا عشان انت بيبقى ليك فرصه جوه مصر وبره مصر، يعني الاثنين متاحين بالنسبه لك. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. لا بالتوفيق يا حبيبي ان شاء الله. في حد بيسأل كمان يا دكتور، بيقول فرص التدريب بتبقى ازاي وكده، وهل في شركات ينفع نتدرب فيها سواء ميكانيكا او كهرباء، يعني يبقى مختص مثلا او كده ولا؟ ما هو التدريب ده بقى بتبقى في شركات بيبقى عليها اقبال، مثلا زي شركات البترول، في شركات مثلا بتصنع حاجات معينه، لازم انا كطالب عندي تدريب مثلا، في بيبقى في عندي تدريب بعد ثانيه وتدريب بعد ثالثه، لازم اكون متابع من بدري، يعني التدريب بيبقى في شهر 7، في شركات بتقفل التدريب من شهر 3. لكن انا مثلا كشركات معينه ما عنديش اسماء وشركات معينه اقدر اقول لك انك انت مثلا بتقدم تدريب، لازم تسال في الجزئيه دي. لو مثلا ممكن تشوف شركه العربي في بنها، شوف الشركات مثلا الالكترونيات، شوف الشركات اللي بتصنع، في شركات كتير لو دورت وشوف ايه الشركات اللي بتصنع او ليها خطوط انتاج، وتبدا تروح بنفسك الشركه. ايه المشكله؟ تقول لهم انا طالب مثلا وعايز اتدرب، عندي تدريب صيفي وعايز اتدرب عشان استفيد، فبيسجلوا. فبتلاقي ان الشركات مثلا في شهر 3 ممكن شركات تقول لك احنا عايزين 100 طالب، اكتفينا، لان الطلبه اللي قدمت خلاص احنا ايه اكتفينا بالعدد. فاحاول اكون على قد ما اقدر ان انا بسعى في الموضوع ده بدري، عشان ما اجيش اكون مضطر ان انا اقبل باي شركه او استنى الكليه، بان الكليه بيجي لها برضه شركات بتودي الطلبه تدريب صيفي، تقول لك مثلا احنا عندنا 150 مكان لجامعه الزقازيق، ابعتوا لنا طلبه، فانت ممكن تقدم تبع الكليه. لكن لو انت جبت شركه تبعك انت وحابب انت تتدرب في الشركه دي وعرفت انك انت تجيب فرصه تدريب فيها، دي حاجه كويسه، بس عايزه منك انك انت تتحرك وتروح وتسال وتلف على الشركات، وربنا يكرمك طالما انت سعيد يعني. تمام جدا يا دكتور. هو في حد تقريبا كان رافع ايده فممكن يتكلم يعني عادي. افتح المايك بس. تمام. انا فاتح له المايك بس هو اللي مش فاتح المايك عنده هو. انا بقول له يفتح يعني عشان يقدر يتكلم. طيب وكمان في اللي هو انا في عايز بس اعرف الشباب اللي موجودين كلهم اعدادي طبعا. هو في قناه لي على اليوتيوب، ما اعرفش ممكن يكون في منكم اللي متابع ومين منكم مثلا ما عندوش علم بيها، بس ديت يعني معظمها خاصه بميكانيكا يعني وشغل ميكانيكا، وفيها كورسات برضو اللي انا بنزل على الكورسات اللي بدرسها في الكليه كلها متصوره. فالكورسات اللي بدرسها سواء في ميكانيكا او كهرباء، ممكن لو انت حابب تاخد فكره عن مجال السيارات او التكييف نفسه، في انا منزل فيديوهات تكييف ملهاش علاقه بالحسابات، ليها علاقه بالانواع التكييف المختلفه والفروقات ما بينهم. لو انت حابب تاخد فكره، حتى لو ما عندكش فكره عن التكييف، هتتعلم الموضوع او هتستفيد بمعلومه. الكورسات اللي هتدرسها اللي منكم هيتخصص ان شاء الله ميكانيكا، اللي هيدخل اللي هينورنا ويكون معانا في اولى ميكانيكا، طبعا اللي هيكون معانا في اولى ميكانيكا ان شاء الله الترم الاولاني هيشتغل معاها، هبدا معاه ثيرموداينامكس. اللي هيدخل اولى كهرباء برضو ثيرموداينامكس، المفترض انا بدرس اولى كهرباء، بس السنه دي هم ما غيروا اللائحه، خلوا ترم اولى كهرباء السيرمو بتاعها ترم اول، كان ترم تاني
بس عشان انا عندي محركات احتراق داخلي وسيرمو فجت هي ماده ثالثه بالنسبه لي فهتبقى ضغط شويه، فانا اعتذرت عنها، لكن كده كده المحتوى بتاعها ونفس الحاجه اللي انا كنت بشرحها لطلبه كهرباء موجوده برضو على القناه، وان شاء الله تستفيدوا منها حل مسائل وشرح القوانين وكده. فهتلاقي على الصفحه حاجات خاصه بسوق العمل، وهتلاقي في بلاي ليست خاصه بالكورسات اللي بدرسها سواء ميكانيكا اعدادي او محركات احتراق داخلي او ثيرمودينامكس بيزك ثيرمودينامكس ابلايد ثيرمودينامكس. هتلاقي في برضو الناس المهتميه بمجال البحث العلمي هتلاقي في فيديوهات خاصه بالبحث العلمي، زي اكتب الكتابه العلميه، ادراج المراجع والحاجات دي. وان شاء الله برضو في يعني في فيديوهات جديده بحضر ليها باذن الله تفيدكم الفتره الجايه ان شاء الله. فدي برضو ممكن تاخدوا فكره على القناه، هي اسمها انجينيرنج بايونيرز، وان شاء الله تكون مفيده لكم باذن الله. وباذن هنبعتها لهم ان شاء الله دكتور في الجروب. خلاص باذن الله ان شاء الله تفيدهم الناس اللي هي داخله ميكانيكا وكهرباء، وبرضه لو مدني السيرمو برضه اللي بيدرسوه في مدني هو نفس السيرمو لان هو السيرمو عندنا واحد من ميكانيكا، بس احنا بقى بندرسه في كل الاقسام يعني، فهو نفس المحتوى سواء بيزك او ابلايد سيرمو داينامكس هتلاقيه ان شاء الله على القناه. وانا سعيد جدا يعني بالتواصل معاكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. لسه في اسئله يا دكتور يعني لو سمحت. ماشي عشان جدا حضرتك مش عاجبك الوقت بس لا مش الوقت بالنسبه لنا برضو يعني مش عشان في عندنا سيشن تاني الساعه 9:30 اصلا. خلاص لو عندك اسئله طيب قوليها كده وانا اجاوب عليها سريعا كده. وفي حد رفع ايده هو تمام. هو في حد بيسال تقريبا عايز يجمع بين باور وانتاج، فبيقول لو انا مثلا درست باور واخد معاه كورسات من انتاج يعني، فهجمع بين المجالين ولا ان انا ادرس انتاج ومن انتاج ادرس شويه حاجات من باور ولا ايه؟ ما على حسب هو حابب ايه. لو هو حابب يكون مهندس باور وياخد فكره عن انتاج اسهل من ان هو يكون انتاج وياخد فكره عن باور، لان انا كمهندس باور انتاج اتخصص في انتاج واخد فكره عن باور هبقى عاوز بقى اعرف المضخات والمحركات والمحطات والتبريد والتكييف، هتلاقي كورسات كتير. لكن لما ادرسها انا كباور واخد كورسات انتاج مثلا كل انا هحتاجه ان انا التصميم مثلا، بس انا مش محتاج من انتاج مثلا كل الكورسات، انا عاوز الحاجات الاساسيه اللي هتخدمني في سوق العمل. لكن الاساس اللي يخدمني في سوق العمل في ميكانيكا باور كله لازم اكون فاهم مضخات ومحركات وتبريد وتكييف والسايكلز بتاعتها. لكن كانتاج ممكن اللي يخدم عليك كورسات معينه تقدر انك انت تتعلمها، سواء خدت فيها دورات او في برضو اللي هي السي ان سي والحاجات دي، برضو دي حاجات كويسه. فدي برضو في انتاج برضو ممكن تقرا عنها وتشوف هل هم ليها كودينج مثلا بيتظبط وتتعامل معاه. لكن انت بقى لان دلوقتي كل الماكينات والحاجات اللي بتقطع وبتفرغ والحاجات دي كلها مكن سي ان سي، لكن انت بقى فكره تشغيله والبرمجه بتاعته والحاجات دي ممكن تتعلمها، حتى انت لو دورت على كورسات او كده ولها لغه برمجه معينه او سيستم معين تتعامل معاه فمش هتبقى صعب عليك ان شاء الله يعني. او تصميم بقى تتعلم تصميم وتشتغل ببرامج وفاينايت اليمنت وحاجات زي كده، دي برضه تبقى كويسه. تمام جدا. في حد بيسال كمهندس باور؟ حد بيتكلم؟ كمهندس باور ايه ده؟ ثواني. هل مستوى القسم بيفرق بين الكليات؟ مش قصدي ميكانيكا بس، يعني مثلا مستوى القسم ميكانيكا مثلا اقتصاد ميكانيكا في اي حته تانية في مصر بيفرق المستوى نفسه او مثلا كهرباء مش هتقصد مثلا ميكانيكا زي افضل من ميكانيكا كذا افضل من ميكانيكا والله انا بالنسبه لي شايف ان هي ما تفرقش كتير، لكن عموما ميكانيكا الزازية يعني يعتبر من افضل ميكانيكا على مستوى الجمهوريه طبقا للتصنيف الجديد يعني، دي كمعلومه لو مش عندك يعني. ميكانيكا الزازية متصنفه ما اعرفش بقى رقم واحد ولا رقم ثلاثة على مستوى محليا الأول محليا يعني ميكانيكا رقم واحد على مستوى مصر كلها في الزقازيق يعني، دي برضو نقطة إيجابية. تمام. تمام يا دكتور. تمام. في حد بيسأل بيقول إن هو لو مهندس باور ممكن يشتغل شغل طيران؟ مع دي برضو معلش نسيت أقولها والله. طبعا يعني مهندسين اصلا ميكانيكا، مهندسين الطيران معظمهم ميكانيكا. انت عارفين قطاع البترول والطيران اللي شغالين فيه اصلا يعني نسبه كبيره منهم 90% من المهندسين ميكانيكا. ان انا اشتغل في شركات الطيران وكده يعني لو في فرصه ان انا اشتغل في الطيران دي حاجه كويسه، بس طبعا اللي عايز يشتغل في الطيران يكون مظبط نفسه من دلوقتي
طالما حابب المجال هتوصل له، بس لازم تسعى ليه، لان الشغل في الطيران مش سهل. انك انت كده كده ميكانيكا باور، خد بقى كورسات، ابدا يعني شوف ايه المطلوب عشان تاهل نفسك انك تقدم مثلا في شركات الطيران، انك انت تبقى مهندس طيران، ده حاجه كويسه جدا يعني. فطبعا بقى في الطيران بقى انت بص عندك كل حاجه، في الصيانه طبعا انك انت لو اشتغلت بس كفايه في الصيانه، عندك بقى التيربينات وعندك الكمبريسور والريش والحاجات دي كلها تعرف تتعامل بقى معاها، فلازم تكون فاهم تربو ماشينري كويس ازاي بقى، والاعطال وازاي تتعامل معاها فشغل الميكانيكا ميزه برضه ميكانيكا باور جنرال بتطلعك عندك فرص في كل حاجه، غير ان انا اتخصص مثلا ميكانيكا السيارات، انا خلاص مش هشتغل غير في السيارات، طب افرض ما لقيتش فرصه يبقى انا حياتي كلها اصبحت يعني متخصصه، لا انا دلوقتي بدرس سيارات وبدرس تربو ماشينري وبدرس محطات طاقه وبدرس محركات، فانا فرصي بقى بدرس تبريد وبدرس تكييف، ان انا مش ما ربنا ما كرمنيش بفرصه في الطيران او ماليش نصيب فيها، ممكن الاقي حاجه في البترول ما كانش، الاقي حاجه كويسه في المولات ما كانش، الاقي حاجه في مركز صيانه كبير ما كانش، الاقي حاجه في شركه، فالفرص كتير متنوعه في ميكانيكا يعني. تمام جدا، هو فاضل معانا دقيقه واحده فهناخد سؤال، بيقول افضل فرص عمل ميكانيكا باور ولا كهربا باور؟ هو الفرص يعني نوعا ما ميكانيكا باور اكتر، يعني شغل ميكانيكا بيبقى فيه تنوع اكتر، لان ما ده برضو ما يقللش من كهربا باور. انا برد على السؤال برضو عشان برضو ايه يعني، لان انا قسم ميكانيكا ما ينفعش اتكلم على كهربا باور، لكن انا اقصده ان كميكانيكا باور عندك تنوع في فرص العمل في سوق العمل، لكن كهربا باور ان انت مرتبط بشغل الحاجه اللي فيها بقى كهربا باور، محولات اللي هي المحطات بقى الرفع والجدر، الحاجات دي على ما يعني ده على حد علم شغل كهربا باور. بيشتغل برضه في المقاولات يعني، شغل كهربا باور برضه في المقاولات مع المهندسين بتوع التكييف، بتلاقي دايما في مهندسين كهربا باور بقى، تلاقي شغال فاير فايتنج وبلامنج واتش فاك ومهندسين كهربا باور كلهم مع بعض في نفس الموقع، فبرضه بيشتغل برضه في المقاولات، لكن التنوع برضه بتاع مهندسين ميكانيكا ده بيخلي فرص العمل في الميكانيكا بتكون اكتر يعني. تمام جدا، هو دلوقتي الساعه جت بالظبط، فشكرا جدا لوجود حضرتك ووقت حضرتك معانا، واعتقد يعني الموضوع كده واضح جدا للناس، ولو في حد عنده اي اسئله ثانيه بقى يبقى يسال بعدين لان كده خلاص يعني. لا، وانا سعيد جدا باللقاء ده، واتمنى ان انا اكون قدرت ان انا افيدكم، وان شاء الله لو في حد عنده اي استفسار او كده انا موجود مبنى ميكانيكا الدور الرابع دكتور محمد السيد تحت امركم في اي وقت ان شاء الله. شكرا جدا، شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا شكرا جزيلا، السلام عليكم.